بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. العبادة أنواع، فمنها الإسلام بأركانه، فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة، من صلاة وصوم وغير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، رجاء وخوفا، واستعانة واستغاثة، وذبحا ونظرا، وخشية لله، وصلاة وصوما إلى غير ذلك، كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك، فهو مشرك كافر، أشرك بالله وعبد معه سواه، كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون.
وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشأ يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من الآية الأولى
أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر، لأنه قال: إنه لا يفلح الكافرون. وفي قوله: لا برهان له، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.